كل عام وانتم بألف خير. شوفوا يا جماعة، العيد الكبير ما بيكمل من غير معمولات العيد، بس هاي السنة غير. رح تدوقوهم من ايدين لورينا ورزان. استغربوا وجودي هلأ هون. شوفوا أحكي لكم القصة. لورينا ورزان من وقت ما عرفتهم وهم بس ألو دليفري وبطلبوا معمول على الأعياد تبعيتهم. هالسنة غير. الأغراض معي، ما عندهم حجة. هيهم أنا أكبس عليهم فوق. شوفوهم هم ببسوا المعمول وبنقشوا. تعالوا معي. هلو كل عام وانتم كيف خير جاي نعمل عيد، معمول العيد. مين قال لك انه احنا مفكرين؟ عندي عصافيري. يلا هاي جيرلز، كل عام وانتم بخير. شو بتحكي لزوجك صهيب اللي رتب لنا كل هالكبسه عليكي على البيت عشان تتعلمي كعك العيد، عشان نفسه مره ياكل كعك العيد؟ ويا ريت زبط. شوي شوي سيسي بلشت توقعي ماما. انت فهميني كيف وصلتي هون؟ لا ما انا عارفه عندي عصافيري، حكت لي انه انتوا هون. كل عام وانتوا بخير. انا مفاجاه حبيبتي. شو بتعملي؟ شو المفاجاه الحلوه؟ شفتي؟ شوفوا انا بعرف انه انتوا كل سنه ما بتعملوا هالمعمولات وبتطلبوا هالاوردرات وبتخلصوا. اه بتتبهدل. حكيت شي غلط؟ يعني لا صراحه حكيت شي صح. خلينا نغير هالسنه، خلينا نعمل شويه معمول، نعمل شيء جديد. شو رايكم؟ من الصبح لليل هلا اعمل معمول؟ صبح لليل قلبك ابيض. هذا بده تحضير. ايام يعني مول ايام. كعك العيد تراديشن ما لازم يروح، والتنتين لورينا ورزان اميات، وهذا الاشي بلمهم مع اولادهم علشان يعملوا كعك العيد ويضل متوارث بين الاجيال. طيب خليني اغطي اول اشي على ردي شعراتك. هذا من تعليم الكاكو معمول من الطقوس. خلينا نحكيك بتشدي على راسك. ايوه بتلمع. احنا لمينا واريح لو اني رافعه كعكه هيك على الاخر ومرتاحه، بس لانه انتوا اجيتوا فاجأتونا وبغتونا بهذا التقرير، كنا بأوعي البيت زي ما شفتوا ما زبطنا منه. عندنا طحين وسميد، سميد ناعم حلو انخلط منيح. طيب لورينا رزان نعم. في عندنا هون كربونات سكر ناعم، وفي عندي الدقه. تعالوا بالله هيك شمشمولي اشوف شو طلع معاكم روائح بالدقه. خافيت لا غلط اتبهدل. لا 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 ما بتبهدل. بدي بهدلك. شو تذكرتي؟ انا شام ينسون. برافو صح؟ برافو حلو. شو كمان؟ والله ينسون كثير واضح. ينسون شو المفروض يكون فيها هيل ولا لا؟ في لا ما في هيل. شو مي رزان شومر منك. شومر شومر كثير. هلا بدنا نبلش الكربونات نحطها هدول صح؟ والسكر الناعم. سكر ناعم والله بفكر تاخذ سكر اكثر. انا بتعرفي هلا رح تاخذ لانه في عنا رح ندق فيها. طيب كلهم صح 100%. طب ليه حاطه هاي معهم؟ عشان بدنا نفصفصها هلا. انا بعمل فكرت هزيمه عنيفه وقاسيه بالمطبخ. شو بتحكي اليوم للشيف نجوب سعد الدين بعد المعركه اللي عملتها عندك بالمطبخ؟ عملت معركه عجبت علينا، عملت زي الاستاذ علي انا ولورينا، مش عجبها اي اشي طبعا تصرفات لنا وبتساير فينا كمان. يلا ابرشي لي اياها. انا ابشر قد ايه ابشر منها؟ نص هاي الكميه. الله تمام خلاص بس اعطيكم الف عافيه. استنينا من هاي الحركه. طيب هلا بدنا ناخذ المدقه. شو بدنا نعمل بالمدقه؟ في عندنا محلب ومسكر. يلا ام سامي دقي. يلا دقي وما عليك دقي وانا بخلط. اعطيها هيك 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 هيك. حاضر هيك. حاضر يا حجة. ما ضل اشي لو وقعتوا لي بالبيت. انا منيح ما طلعتكم من البيت كاتبة ورقة عليها الاشياء اللي كانت رح تنكسر. كان بدي رقم مبلغ، يعني مبلغ منيح عشان اعوض. يلا نزلي هلا على بقية الخلطة نديرهم عليها. حطي وانا بخلط. ما عليك انا بخلط. طيب هلا بدنا ندير الأدام.
واللي هو شو شرحتي له؟ هو الدهن. سمنه. انا ما قالت لي شو هو. سمنه زيت وزبده. حلو. بدنا ندوبهم على الطنجره اللي وراكي. ندوب انا؟ هي بالخيار تطردي وحده من المطبخ فيهم وما ترجع بحياتها تعمل كعك العيد، مين بتكون؟ لا انمار صعبتها كثير، بقدرش انا افلت ولا وحده من المطبخ. والله كبيره، والله كبيره. طيب صراحة لورينا أنا كتير بحبك، بس بدك تشربي قهوة وإحنا قاعدين عم نشتغل. لا يا أختي اشربيها برا بالمطبخ، يعني برا المطبخ شو بدي أعمل لك؟ بنت حلال لسه بسيرتك. أهلين أهلين أهلين. وهي هلا الخلط مش عجن بهاي المرحلة، لازم يكون تفتيح، بدنا نفتح السميد. حلو. هلا هاي الحركه اسمها تفتيح، شايفين انه حبات السميد شايفينهم. هلا لازم يتفتحوا وبدهم ينتركوا ليله. طيب خلطنا. هلا عمليه الخلط هون شايفه كيف بدك تفتحي؟ بتذكر تيتا كانت تعمل هاي. لا طب لو جدتك هلا عم تطلع بتكون فخوره فيكي بهذا التقرير؟ ما بعرف صراحه، ما هو لا يعني ما فيهاش فخوره او مش فخوره، بس كان حبت اني اعمل كعك ومعمول. اكيد هاي ايه؟ هاي جاهزه. نحط عليها خميره وحليب باودر وميه زهر وميه ورد. هلا بدنا نعمل ايش؟ تعالي هون بدنا نعمل الحشوات. عندنا عجوه وعندنا فستق حلب. زين هذا كعك العيد اللي عملتيه ولا هذا شريطه جاهز من غير كذا؟ قدام المشاهدين. لا هذا جاهز. أنا جبته عشان التصوير، تضحكي علينا. حطينا زبدة. سمنة بيجي فيها، مش سمنة بلدي، سمنة نباتي أو زبدة. بنحط هون ليش؟ عشان تعطي شين هيك لمعة حلوة. ناخذ ونعطي فيها. وبنحط البهارات تاعتنا. ما شاء الله، استني هاي. عايشة طلعت أمانة يعني ولا كأنها مغيبة. بس أشرب القهوة. والله شوف الجماعة إيش بحبوا يشربوا. بس عم بشرب قهوة. إيش الإشي الغريب في الموضوع؟ جيب لك كرسي سترين. آه يا ريت تعملي معي معروف. جيلي فنجان القهوة خلينا نعرف نحكي، وين ما نروح فنجان القهوة معاكي لو سمحتي حطي. طيب قول. كيف حالك لورينا؟ منيحة. أستاذة إيش في؟ استاذ مدرسه هيك على القعده. احنا جاهزين هيك مرتاحين. نورينا. يلا نكور هون. انا اكور ايدينا طبعا. طبعا قمناها. انا اكور التمرات. نكور بنوجد هاي مناسبه. حطي لي اياها هون. هاي الهندارات. هلا بدنا نرجع نكورها. اعملي لي تمرايه يا روزه. نورينا نشوف عجينتك كيف منيحه تمام تمام. تفضلي. يلا شو عملنا هلا؟ بنسكر عليها. بنسكر عليكم امي واحنا بنبدل. اكثر شيء استصعبته بكعك العيد اسمع تكعبل العجوه هاي بتفرفط الروح. نجيب التشوبستيك نعمل من جو من النص، بعدين نعمل هيك زي تقوريها. بقورها من النص. حفره حفره. ناخذ الصحن نقلب على نقلبه هيك على ظهره، وبعدين بنبلش ايش. طب انا ليه هيك عم بيصير معي؟ ايش عم بيصير معك شوي هيك صار؟ لانه انت بدك تقرصيها من برا. انا عم بعمل هيك. ما تغزي، قرص قرص يعني، دخليها واضغطي على الملقط. اوكي مش صعبه، سهله، ما بدها كتير، بس التنقيش انه يعني بنقشها وبخلصها وبعدين بتعلق بالصحن بدي اشيله منها بيروح كل التنقيش. احلى روزة. والله شاطرة روزة بالتنقيش، يسلي الموضوع والله. أكثر إشي حبيته التنقيش، يعني تستمتع. ما أنتوا بتطلعوا ببعض، كملوا. شو كملوا؟ هاي أول لسه ضايع الأغراض، تتخلصوها يلا. إحنا فرجيناكي بس إحنا بس قلنا لك كيف قدراتنا أما نكمل. أظن يعني ستات البيوت اللي بيشوفونا رح يشوفوا منظر كعكاتنا رح يقولوا إيش هاد؟ إيش هاد؟ هاي أول معقولة عملتوها وبرافو. نعم صراحة. المهم نضل كل عيد نعمل هاي. إن شاء الله كل عيد بنحكي معك. خلينا نحطهم بالفرن. مش قاعدة. إذا بدنا نقيم رزان بنعطيها 15 من 10، وإذا بدنا نقيم لورينا بنعطيها لا كمان 15 من 10. بتعرف على إيش؟ على الحلاوة. يعني
ختامها عن جد يسلموا ايديك نجود. صح وهنا بجننوا خصوصا الاب من التعب ومن الشوق. ايوه يلا يعطيكم العافيه كل سنه وانتم سالمين يا رب وكل مشاهدينا يكونوا بالف خير. امين يا رب. عاد عليكم دائما بالصحه والسلامه يا رب. السنة الجاي عندي العيد الجاي عندي خلاص تفكري انه خلصتي مع علي لا 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 هي مرة أبداً. مرتين ثلاثة أربعة خمسة بعدين بتفلتينا عيوني بعدين النقشات السنة الجاي بتلاقي فيها ابتكار أكثر تفنن 100% بصير في خبرة أكثر يلا نطلع نتغدى يلا بيجي فيها يلا